أكد سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام أن الاستقرار والأمن الذي رسخته دول الخليج لعقود طويلة خلق نهضة تنموية كبيرة ومثالية انعكست إيجابا على الشعوب التي زاد التحامها والتفافها حول أنظمتها. جاء ذلك خلال مشاركة مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام كمتحدث رئيس في الندوة التي نظمها منتدى أصيلة بالمملكة المغربية الشقيقة تحت عنوان ندوة الخليج العربي بين الشرق والغرب. وأكد السيد الحمر في كلمته أيضا على المساعي الخيرة التي عرفت بها دول الخليج العربية لتعزيز التقارب والتسامح والتلاقي وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش بين الشرق والغرب، مشيرا في هذا الصدد إلى زيارة التاريخية غير المسبوقة التي سيقوم بها قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للبحرين تلبية لدعوة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، ومؤكدا أن الخليج العربي يقود اليوم حركا دبلوماسيا لا شرقيا ولا غربيا، ويضع مصالح شعوبه ومصالح الأمة العربية في المقدمة، والعمل بما يحصن جبهته الداخلية إزاء أي محاولات لا تتماشى مع مصالحه، موضحا أن الخليج العربي يشهد تحولات تسير في نسق طبيعي وسريع فاجأ الكثيرين وفاق توقعاتهم. هذا وأشار الحمر إلى ما يعانيه الشعب الإيراني من فقر مدقع جراء سياسة النظام الإيراني الهدامة ودعمه لمنظماته المزعزعة للأمن والاستقرار.